طاغوت يعني ايه؟ طاغوت هنا هو اللي بيسجن ويقتل ويفقر، هو اللي بيمنع الناس الرأي والحلم والأمل، هو اللي بيعذب البلد بما فيها ومن فيها، هو اللي بيحبس أهلك في فلسطين. اوعى تكون متخيل ان عبد الفتاح السيسي في يوم من الايام هيحرر القدس ولا حاجة، اوعى تكون متخيل ان عبد الفتاح السيسي ده تمامه مش اكتر من عسكري سيكا بياخد اوامره من كل من هب ودب، مش هقدر اقولك من هنا ولا من هناك، اعمل يعمل، افتح افتح، قول قول، عشان كده عشانه ضعيف مسرح شوية عيال على السوشيال ميديا وعلى القنوات، اقولك ده عظيم ده جامد، بينما الكبير والعظيم والجامد ما بيحتاجش حد يتكلم عنه لان افعاله بتتكلم عنه. عزيز المواطن المصري، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. عزيز المواطن المصري، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. عزيز المواطن المصري، إن الله لا يبدل ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عزيز المواطن المصري، أرجو تكون وصلتك الرسالة، إنك لما تستنى الدواء من سبب المرض تبقى بتحلم. ده تلخيص للحكاية في مصر ببساطة. في الأول في الآخر أنا مش شيخ ولا رجل دين، أنا واحد زي حضرتك كده بحاول أربط الأمور ببعضها وأشوف العيب والخلل فين. العيب في الرأس، كما تكون يولى عليكم، ولا الناس على دين ملوكهم، لأنه بيجيب حواليه الحشية وبيفتح المجال لكل حد دنيء نفس زيه، فتلاقي الإعلام متصدر فيها ناس زيه، والفن ناس زيه، وهكذا، والمحترم والنظيف واخد خطوة لورا، يا قاعد في بيته يا قاعد في السجن، يا قاعد برا يا قاعد في القبر. دي المعادلة ببساطة. واللي بيحصل في غزة مش بعيد عن إيد عبد الفتاح السيسي، واللي بيحصل في غزة مش بعيد عن مؤامرة عبد الفتاح السيسي. تأكد وخد الكلام من الإسرائيليين. هتقولي هتصدق الإسرائيليين دلوقتي؟ هقول لك والله احنا بناخد الكلام على حسب المواقف، بناخد الكلام على حسب المواقف. إذا صدق العمل أو العمل والكلام بقوا حاجة واحدة، بقوا شبه بعض، واحنا شايفين ان اللي بيعمله عبد الفتاح السيسي متوافق جدا مع كونه جزء من اللعبة والمؤامرة والحرب على اهل قطاع غزة، غلق المعبر وغير غلق المعبر.